قصص الأنبياء وقصة اليوم عن نبي الله إلياس عليه السلام. نبي الله إلياس هو نبي من أنبياء الله الذين بعثهم الله عز وجل إلى بني إسرائيل، وهو من ذرية نبي الله هارون بن عمران أخو نبي الله موسى عليهما السلام، وهو نفسه إلي النبي عند كتب بني إسرائيل. وتعد شخصية نبي الله إلياس من الشخصيات التي سببت اختلافا كثيرا بين العلماء، فقصته لم ترد كاملة في القرآن الكريم، ولم يرد ذكر نبي الله إلياس في القرآن إلا في موضعين. الموضع الأول في سورة الأنعام، فقال الله عز وجل: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. أما الموضع الثاني ففي سورة الصافات، فيقول المولى عز وجل: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم. نسبه عليه السلام: هو إلياس بن ياسين ابن فنحاص ابن العيزار ابن نبي الله هارون بن عمران عليه السلام، وابن عمه هو اليسع بن أخطوب، والذي أكمل الرسالة من بعده إلى بني إسرائيل. وكانت دعوة نبي الله إلياس إلى أهل بعلبك غربي دمشق بسوريا، فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل، وأن يتركوا عبادة صنم كانوا يسمونه بعلا، وقيل كان امرأة اسمها بعل والأول أصح. فقال لهم نبي الله إلياس: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه وخالفوا وأرادوا قتله. وتعود قصة ذلك الصنم إلى سنة 933 قبل الميلاد، حين توفي نبي الله سليمان عليه السلام، فانقسمت بنو إسرائيل إلى مملكتين: مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها السامرة، ومملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها أورشليم. وتزوج الملك آخاب من حاكمة مملكة الشمال الملكة إيزابيل، وذهبت إيزابيل مع زوجها أخاب قاصدين السامرة عاصمة مملكة الشمال، واصطحبوا معهما صنمين عشتاروت وبعل. وقامت إيزابيل بعدة أشياء حتى تحث الناس على عبادة الأصنام وترك عبادة الله عز وجل، فدعت زوجها أخاب لعبادة الأوثان، كما أمرت بقتل معظم رجال الدين الذين يحثون الناس على عبادة الله على منهج موسى عليه السلام، واستبدلوا رجال الدين بكهنة يحثون الناس على عبادة الأصنام. فانتشرت بين بنو إسرائيل عبادة الأوثان وعبادة الصنم بعل، والذي حث القوم على عبادته الملكة إيزابيل وزوجها الملك أخاب. فبعث الله إليهم نبيه إلياس عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأوثان والأصنام. إلا أن القوم أنكروا رسالته ولم يؤمنوا به، واستمروا في عبادة أصنامهم. فلما ضاق الأمر بإلياس من قومه وأنهم لا يستجيبون له، دعا الله أن يتوفاه، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه أن الأرض سوف تصلح بك وبمن اتبعك من بعدك. ولكن القوم أنكروا رسالة إلياس عليه السلام ولم يؤمنوا به، واستمروا في عبادة الأصنام. فما كان من إلياس عليه السلام بعد إصرار قومه على عدم الاستجابة لرسالته وترك عبادة الأصنام إلا أنه دعا عليهم. فدعا إلياس ربه أن يمسك المطر على قومه من بني إسرائيل 7 سنوات، فاستجاب الله لدعاء إلياس ولكن لمدة 3 سنوات فقط، وذلك تخفيف من الله عز وجل على عباده. فحل عذاب الله على بني إسرائيل، وحل عليهم الخراب والدمار، وجفت أرضهم وزرعهم، وماتت ماشيتهم. أما نبي الله إلياس عليه السلام فكانت الطير تأتيه بالطعام والشراب والزاد. ولما يئس بنو إسرائيل وضاقوا لما حل بهم من عذاب الله،
ذهبوا إلى نبي الله إلياس وطلبوا منه أن يدعو الله أن يرفع عنهم البلاء، فوافق نبي الله إلياس على طلبهم، ولكنه نبههم أن ما بهم من عذاب وبلاء ما هو إلا من سوء أعمالهم ومن عبادتهم الأصنام بدلا من أن يعبدوا الله الواحد القهار. فدعاهم مرة أخرى إلى عبادة الله عز وجل، فما كان من القوم إلا أنهم وعدوا أنه عند رفع البلاء عنهم ونزول المطر مرة أخرى سوف يعبدون الله عز وجل ويتركوا عبادة الأصنام ويؤمنوا برسالة إلياس عليه السلام. وبالفعل دعا إلياس عليه السلام ربه أن يرفع البلاء عن قومه واستغفر لهم الله، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه وفرج عنهم كربهم. وبدلا من أن يشكر القوم نعمة الله بل استمروا في كفرهم وعنادهم وعبادتهم للأوثان وإنكار رسالة إلياس عليه السلام، فضاق بهم إلياس فدعا الله أن يتوفاه، كما جمع عليه الحاكم أخاب القوم بهدف أن يقتلوا نبي الله إلياس. وهناك روايتان لموته، فتقول الرواية الأولى أنه عندما لحقه الملك بهدف قتله اختبأ إلياس في غار في الجبل لمدة 10 سنوات، ومرت السنون واستخلف الله قوم إلياس بملك آخر آمن برسالة إلياس عليه السلام، فآمن القوم معه، فأمر الله إلياس بالنزول من الجبل والذهاب إلى قومه مرة أخرى بعد إيمانهم بعد موت حاكمهم وموت كثير من الناس منهم، لأنه مرت 10 سنوات كاملة. أما الرواية الثانية فقيل أنه لما دعا ربه أن يتوفاه قيل له انظر يوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى بلد كذا، فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه. فخرج إلياس عليه السلام وخرج معه اليسع بن أخطوب، حتى إذا بلغ ذلك المكان الذي أمر به أقبل فرس من نار حتى وقف بين يديه، فوثب عليه إلياس عليه السلام فانطلق به، فناداه اليس: يا إلياس يا إلياس ما تأمرني؟ فقذف إليه بعباءته في الجو لتكون بذلك علامة على استخلاف اليس عليه السلام على بني إسرائيل. وكان هذا آخر عهدهم بنبي الله إلياس عليه السلام، فكساه الله الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وطار مع الملائكة، فكان إنسيا ملكيا أرضيا سماويا. وقام بعده بأمر بني إسرائيل نبي الله اليسع بن أخطوب، فكان فيهم ما شاء الله أن يكون، ثم قبضه الله إليه وخلفت فيهم الخلوف وعظمت فيهم الخطايا. فسلام الله على نبيه إلياس عليه السلام. شكرا لك أخي المشاهد الكريم، إن أعجبك المقطع فاكبس على زر الإعجاب، وإن كنت تشاهدنا للمرة الأولى فلا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الإشعارات، فلا زال لدينا لك المزيد بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.